بحرب استقلال كرواتيا واللي قتل فيها جدة، واللاعب اللي تدفع هذه ذكريات للإصرار يا مدرج. الآن لوكا تقدم يحاول، يا رب الأمير في خدمة الملوك، كل زهرة تفقد رائحتها مع الوقت إلا التي يملكها لوكا. الله على الأمير، الله على من تحدثنا عنه في هذا التوقيت. الأمير لوكا يسجل هدفا ثالثا يؤكد من خلاله بقاء السحر استمرارا رائحة هذه الزهرة. شوف الصناعة، شوف الوقوف، شوف الهدوء، شوف الثقة، شوف النظرة. الأمير في خدمة الملوك، ثلاثية تأتي لمصلحة ريال مدريد بعد صناعة من يوفيتش. كنت أتكلم عن بعض الهدوء في المباراة، ولكن بالرغم من الهدوء الهدف قد يأتي، وهذا ما حدث بالفعل. شوف من سجل لريال مدريد في مباراة اليوم، لاعبين وسط إسكو، توني كروس، مودريتش، وبالتالي الأهداف في الآن في غياب كل هجوم ريال مدريد تأتي عن طريق لاعبين آخرين. الأمير يسجل، لوكا يسجل الهدف.